في ناس بتتخيل ان تكلفة عمليات التجميل مرتفعة، فده هدف لجراح التجميل ان هو يكسب فلوس كتير. طبعا الكلام ده مش صح. يمكن انا سمعت كومنت قريب الحقيقة رعبني شوية. حد من الدكاترة اللي هم الصغيرين لسه طالعين يقولك اهم حاجة عندنا الفلوس، اهم حاجة الدكتور يكسب في اقرب مدة وفي اقرب وقت. كل الكلام ده غلط. انا تجربتي الشخصية ان انا اتعلمت وخدت وقتي واتعلمت على ايد اكبر اساتذة في جراحة التجميل، وما اشتغلتش غير ما اتأكدت ان انا اقدر اعمل العمليات بكفاءة واحافظ على سلامة المرضى. الفلوس هي سبب في حياتنا كلنا في اي مجال، لكن مش هدف. وتكلفة عمليات التجميل ساعات بتكون مرتفعة، ده نتيجة ان هي عمليات فيها تفاصيل كتير وفيها مستهلكات عالية ولازم تتعمل في مستشفيات مجهزة وغير مقبول فيها اي غلط وغير مقبول اي ضرر لصحة المرضى. في فريق كبير بيكون ورا نجاح كل عملية، بيكون في استشاري كبير تخدير، بيكون في فريق متخصص، بيكون في امكانيات، بيكون في مستهلكات، بيكون في وقت، وبيكون في طاقم طبي، في تمريض، وفي دكاترة مساعدين لازم يكونوا على اعلى درجة من الكفاءة. فالفلوس ليست هدف في عمليات التجميل زي ما كتير معتقدين، وزي ما كتير معتقدين ان التجميل ده ترند او حاجة فانتزي، في حين ان هو علم اساسي وضروري. ممكن يكون فيه حوادث، ممكن يكون فيه حروق، ممكن يكون فيه عمليات ترميم، ممكن يكون فيه تصليح لعيوب خلقية، وكمان العمليات التجميلية اللي احنا بنعملها. فحبيت اكد على المعتقد الخاطئ ده، ومفيش حاجة اسمها ان دكتور التجميل الشاطر هو اللي يكسب بسرعة ويعمل فلوس كتير.